عمر، البعض بيقول عنك مغرور، شو رأيك؟ يعني ايه مغرور؟ يعني بتشوف حالك، شايف حالك المراية ولا فين؟ لا، هو انا هقول على حاجة بسيطة جدا. هو انا تجربة حياتي تجربة غريبة جدا، ان انا واحد ما كانش عنده حاجة خالص، من أسرة فقيرة جدا، ناس على قد حالهم. احلامي وطموحاتي اللي انا فيه دلوقتي كان حلم اللي كنت اتخيله، فلما وصلت له بقى عندي شيء ان انا ايه مش مصدقه، فعندي شيء نوع من حاجة اسمها اللي بيسموه منطوي على نفسه، اللي انا خايف ان انا داخل حفلة وحاسس ان مهما كنت عمرو دياب وناجح ان الحفلة دي مش هاجي فيها ناس خالص، فببقى قاعد في حالي قافل عليا رفع السماعة مش عايز اكلم حد، قاعد عامل كده. حتة الانطواء، حتة التربية من البالانس اللي هو راجل موظف كبير بس من على قده حياته في بلد مش القاهرة ولا بيروت اللي هم تشوف فيهم الفنانين اني تايم. يعني انا قلت برضه وجهة نظر في الحتة دي عشان تعرفي الشخصية، نقوله